السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم العجين الممرق. اللي غنحتاج فيه المقادير التاليه: 4 ديال الفورص، الملح والماء. بطبيعة الحال غنحتاج الزبده. بسم الله. دابا غنبدا على بركه الله. وشد الفورص ديالي، غندير فيه نضيف عليه ملح والماء. ونخلط حتى نحصل على عجينه متماسكه كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما عجناها نخليها دابا شويه ترتاح، وغندير لها لامة تشفي ونخليها شويه ترتاح. كما كتشاهدوا، من بعد ما خليناها ارتاحت درنا علامة تشفي وسرحناها على هذا الشكل. دابا غنجيبوا الزبده ديالنا. ملي كتعجنوا العجينه كتعبروها بالقياس اللي عطاتكم، كديروا نص الزبده. بهذا الشكل درك كاع الجنيب. ملي كتشاهدوا غير بشويه باش نحاول ما تخرجش ليا الزبده بهذه الطريقه، باش ما تخرجش ليا الزبده. دابا غادي نسرح. طريقة ندلها وندخلها، نديرها في بلاستيك غذائي وندخلها للكونجيلاتور مدة 5 دقائق باش ما حيت مع الحال سخون كدوب دغيا. نخرجها ونكرر لها نفس العملية حتى نعاود لها نفس الطريقة، عفوا لمدة ثلاثة المرات، وانا كنعاود نفس الطريقة باش تصبح عندي العجين المرقة جاهزة ليا. كتشاهدوا معايا، من بعد ما درت لها ثلاثة المرات وانا كنعاود لها نفس الطريقة. دابا نخليها في الفريغو حتى الوقت اللي تحتاجوها، وكتجبدوها تخدموا بها. كنتمنى هذه الطريقه اللي درت لكم تنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.